أعلن علي مطهري نائب رئيس البرلمان الإيراني إصابة 23 نائبا إيرانيا بفيروس كورونا، ومن بين المسؤولين المصابين بالفيروس في إيران رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ونائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة ونائب وزير الصحة الإيراني. ارتفعت حصيلة الوفيات كورونا في إيران إلى 77، بينما جاوز عدد المصابين 2300 مصاب حسب وزارة الصحة الإيرانية. ينضم إلينا مشاهدينا مراسلنا من طهران حازم كلاس. حازم، أهلا بك. في الوقت التي تتهم فيه إيران بعدم الشفافية من ناحية الوفيات والإصابات، اليوم مصدر رسمي وإعلان رسمي عن إصابة 23 نائب إيراني بالفيروس، أنباء أيضا عن أوامر من خامنئي بدفع الجيش للتصدي ومحاولة عدم تفشي هذا الفيروس. يعني إيران تحاول القول بأن إحصاءاتها إحصائيات شفافة. استند وزير الصحة الإيراني اليوم في تصريحاته إلى تصريحات سابقة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والتي قال فيها بأن لدى منظمة الصحة العالمية آليات خاصة لتعرف فيها الإحصائيات حول عدد المصابين، وهي تتطابق مع الإحصائيات التي تعلم من قبل السلطات الإيرانية. أما فيما يتعلق بالقوات المسلحة فهذا الأمر مضى عليه عدة أيام في الواقع، وكان هناك توجيهات للجيش الإيراني وللحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع الحكومة في مواجهة فيروس كورونا. كانت البداية مع توجيه سيارات خاصة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية إلى عدد من المدن الإيرانية من أجل تعقيم وتنظيف الشوارع وغسلها بالمعقمات، وقد بدأ ذلك في الأهواز وأبدان وقم وانتشر إلى أكثر المدن الإيرانية. هذا من جانب. أما من جانب آخر فقد تم التوجيه للقوات المسلحة الإيرانية أيضا بأن تكون على أهبة الاستعداد لإنشاء أي عند الضرورة لإنشاء أي مستشفيات ميدانية في أي من المناطق، وبالفعل بدأ الجيش الإيراني بإنشاء مشفى ميداني في مدينة قم، نظرا لأنها مركز انتشار الفيروس وتسجل عدد كبير من الإصابات. عدد الإصابات اليوم بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وصل إلى 2336 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 77 حالة، وحالات الشفاء التي تلقت العلاج في المستشفيات الإيرانية وعادت إلى منازلها وصل إلى 435 حالة. هذه الأرقام بحسب المعنيين في وزارة الصحة هي أرقام مبشرة نوعا ما، نظرا لأن النسبة المئوية لعدد المتعافين والمتماثلين إلى الشفاء أكبر من نسبة من يسجل كمصابين جدد على لائحة المصابين بالفيروس. أيضا في إطار الإجراءات الإضافية أعلنت السلطة القضائية اليوم منح أكثر من 54,000 سجين، ومن بينهم بعض السجناء السياسيين، من بينهم على سبيل المثال نازنين زاغري الإيرانية البريطانية والتي تثير الجدل بين البلدين، منحهم تعطيلات في إطار مكافحة فيروس كورونا وحرصا على سلامتهم كي لا يتعرضوا لهذا الفيروس. مراسلنا من طهران حازم كلاس، شكرا جزيلا لك.